صوت مين ورا الباب؟ اللي عند الباب يجي، يلا تعال اطلع خلينا نشوف مين من عند الباب. كل ليش سهران لهالساعة الوقت متأخر يا كلبي؟
لك عطيك يلا عطيك خذي وادعي. مثل هذا الأسمر اللي تفرج عليه هنا، هو هذا الأسمر اللي تفرج عليه طول الليل، أسمر عربي كمان، قولي لي أسمر إيطالي ولا فرنسي. طيب فهمت عليك انه هو نوع من الفيديوز، بس طيب هو هذا الولد مين؟ هو هذا الولد نعرفه احنا ولا لا؟ مو ولد. ايش قصدك؟ لا يا قلبي، جيب القرآن، جيب القرآن، خليني اقرا عليك. فيكي شيء انتي؟ ما يصير يا بنتي، ايش هالكلام؟
ايش صحاك؟ نمت ولا ما نمت؟ جاي ترجع الصحن يا كلبي انت حبيب امك، تعال اعطيني اعطيني الصحن. شكرا يا كلبي. اوكي طيب، ايش فيه؟ ما في شيء يا ولدي، بس اختك الله يهديها، بس من شيء لشيء. ايش اقول؟ والله شكوى لله. ماشي ولدي، اختك بلاوي، ما تبغى تسمع، ما تبغى تعرف. اقول لك لا تشغل بالك يا ولدي، بس روح نام، روح لا تشغل نفسك. انا اكلمها. طيب يا قلبي، تصبح على خير يا قلبي. انت قولي لي، يلا طلعتي لي رقم ولا لا؟ اكتبي الرقم اللي حبي يعني هذه البنت، هذه البنت انت عجبتك يعني ولا ايش؟ ماني فاهمة. ما في عشب بين بنات، وش هالكلام؟ ايش قاعد تقولي انت؟ اوكي يعني انت بس يعجبك هذا الفيديو، يعني تعجبك. طيب يعني ايش قاعدة تقول؟ كلام فاضي. ايش قاعدة تقولي؟ وش هذا الاسمار؟ اسمار ما ابغى اشوف اللي هو. اهم شيء يعني انت مو يعني واحد عاجبك وما ادري ايش. طيب خلاص، اهم شيء شوفي يا قلبي، انا ما ابغى اسمع هذا الكلام منك. طيب ما عندنا حب هنا، حبك كلام خرابيط. تسمعوا كلامي، لازم تشوفوا عندي انا.
الرسالة وين حطيتيها يا بنتي؟ ايش ذا؟ اعطيني اعطيني اشوف. عندك اخطاء املائية كثير. خلينا اصلح الكلام. يا بنتي ليش كذا ما تعرفي تكتبي انتي؟ ايش اللي اعلم بكم؟ ايش اللي اعلم؟ ساعدها في المطبخ كل يوم، لكن انتو ولا حد شي يساعدني في المطبخ. يا ربي يا ربي يا ربي. لا تكلميني، جالسة ادعي انا، جالسة ادعي. من الصبح، من الصبح أنا أطبخ وأنظف وأنت ولا حس في البيت. إيش تسوي؟ قولي لي أنت طول اليوم إيش كنت جالس تسوي؟ ها غير الكمبيوتر هذا اللي جالس عنده، قولي لي. دراسة؟ إيش درستي؟ قولي قولي لي إيش كنت تدرسي؟ يصير في المدرسة علوم؟ أستاذ العلوم قالت لي، هي قالت لي إنك أنت في الفصل ما تشاركي، قالت لي مدرسة عنك. إيش 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 بتقولي على الموضوع؟ ليش ما تشاركي في الفصل؟ شيء
ايش يكسر الصحون؟ بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اعوذ بالله اعوذ بالله اعوذ بالله. شوفي 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 هذه البسه فيها جني اقول لك. شوفي لونها اسود. شوفي كيف تضرب الطفل تضرب الولد الصغير. شايفه اشوف ليكم صوروني بالغلط. اعطيني اعطيني اشوف هذا صورة زواج. طيب شايفة فستانهم كيف؟ والله انا فستاني كان احلى فستان. لا فستانهم مرة. شوفي فستان بنت خالتك كان عادي يعني حلو كذا نعوم عليها. خلاص خلاص